متابعينا عبر قنوات بي ان سبورت، واسى انتصار على منتخب بورندي بهدف مقابل لا شيء حمل توقيعي. عسى ان تستجاب كما يتمنى يا نابي كيتا اللاعب الذي يزار، وكره داخل منطقه الجزاء لمنتخب غينيا لكن تمر مباشره والتسديد دائما نكرر ايها الاحباب الكتاب من عنوانه. نيجيريا اذا تتلقى التهديد الاول، فهل من رد؟ الاهم هنا العرضيه ملعوبه والابعاد ياتي، البعض قال لا أرى، والعرفية أليكس يحاول أمامنا أليكس، ولكن تجد حضور جماهيري شغف كبير. بعض الجماهير المصرية ترى أن هذه البطولة الحضور فيها التماس، تلعب داخل منطقة الجزاء ومحاولة للبحث عن كرة رأسية، لكن الإبعاد ملموسة، هنا الخطورة، هنا الانطلاقة، وين المهارة، وين العرفية؟ وعد سواح في الجهة اليسرى داخل أرضية الملعب، قطعا سيسبب خطورة. لاعب وانطلاق أرنيت سيكا والعرضية ملعوبة، وهنا الاستلام لكن الأول بشكل خاطئ، التقدم والتسديد لكن سهلة الكرة الماضية. بالمناسبة عديد المنتخبات، هنا انطلاقة وكرة داخل منطقة الجزاء، مرمى أنت وضميرك مع المرمى، ولكن تمريرة نابي كيتا قال لها وانت وضميرك مع من جانب نابي كيتا، محاولة لتسديد، تسديدات على الحارس النيجيري دانيال اكيبي. بين المنتخبين تمريرة في الامام ومحاولة تصل سهلة لحارس من جانب المنتخب النيجيري، الكرة البينية ايوبي داخل منطقة الجزاء، محاولة دفاعية رائعة من امام بيتر ايتيبو، يلعب الكرة العرضية حامل معه امان الهدف وجاي من بعيد، وهنا الاستلام والبحث عن كره عرضيه، والعرضيه رائع حتى الان من جانب المنتخب النيجيري. ايضا حراسه المرمى نقطه ضعف، هنا محاوله لتسديده واكو واول فريد يناظر الشباك، كامانو بتسديده المرمى في الجانب الاخر، وجدنا كان واضح امامنا عائد الكره مجددا من جانب اللاعب اولا اينا، التسديده والى حارس عايز هدف المباراه. وين اليكس ايوبي تقدم للامام، وهنا البحث عن المرور ولكن التغطيه الدفاعيه ودفاع عاتية نيجيريا حتى الان. الكره ملعوبه والراسيه، الله لي الجزائر التي تشرف، وما اجمل من شرف، وتطأك العلم للجزائر، بل يفطم البريتانيا البلد. ولا حصر، تحدثت المباراه قدم المغربيه، واول عربي يتحصل على افضل لاعب افريقي. تلعب الكره داخل منطقه الجزاء، هيات الابعاد دام وتغيير سلام، تغيير اتجاه اللعب بصوره جميله، والكره ماشيه وين؟ عرضيه لكن ايضا تغيدي يلعبها للامام، التقدم حاضر والفرصه لمنتخب نيجيريا والعرضيه. هذه الفرص لا تكرر، وقالوا دائما هبت رياحك فاغتنمها من جانب اللاعب بيتر، نسيت رياحك فاغتنمها يا ايجازيم، يلعب الكره البينيه ولكن ضاعت كرة ملعوبة حول منطقة الجزاء، كرة هجومية في كثير من الأحيان، كيتا مع ليفربول كذلك، لذلك لا ما زالت الشباك صامتة ظامئة تبحث عن من يريبي. وينك يا أليكس التقدم وألعب، لكن هنا أليكس في أرض الجنانة حاول ولكن تصدي حاول بتسديده لكن في المرمى وبيتر ايتبو يلعبها داخل منطقة الجزاء والرأسي. لاعب نادي بورتو البرتغالي صاحب ال 22 عام، والى ركلة مرمى القمة راوري، كامانو يتقدم للامام، كامانو بتسديده ومن جوع حتى حين اللحظة يا بول بوت. حتى الان تسديدات
وحال لا يغني ولا يسري. والتقدم ما زالت الكرة قائمة، وهنا البحث عن كرة عرضية، لكن لمن لا تجد إلا آخر. وأكثر وقعا بكل تأكيد في النفوس، هنا محاولة ملعوبة والتقدم للأمام. وين المهارة يا أليكس؟ أليكس أيوبي يحاول التقدم، يلعب الكرة العرضية، من القادم؟ لأليكس أيوبي، أليكس أيوبي وحاول هنا للمرور والتقدم والعرضية، لكن كيتا تقدم في الأمام من جانب نابي كيتا، وكرة في المنتصف، أعطى تحت الفرصة الحكم التقدم والبحث عن تسديدة، لكن خامس والنصف في تحت أشعة الشعبي. أيها الأحباب، أيها الكرام، شوط تحية لكم أيها الكرام، أيها الأحباب. بعد ذلك لدينا منتخب إن صح التعبير الخجولة على المرمى، كانت كرة تلعب داخل منطقة الجزاء الرأسية، لكن يأتي لبعد شوط ثاني لتمنى أن يكون مغاير عما كان. بحث عن تمريرة ملعوبة إلى نابي كيتا، واحدة من لمسات الريدس يا نابي يا كيتا. هنا الانطلاقة، أليكس أيوبي، أليكس بتمريرة واللمسة، أيوبي، أليكس أيوبي يلعب الكرة العرضية لمن يا أليكس؟ لا وجود لي. الآن تواصل هذه المباراة عنادها إلى دف. في المباراة الماضية كان رقم 704 في تاريخ نيجيريا. ركلة ركنية للمنتخب النيجيري، كرة العرضية داخل منطقة الجزاء، 94 و 2013 كرة ملعوبة والعرضية داخل منطقة الجزاء تمر إلى خارج أرضية مرت كرة دويل فريد نديدي بإبعاد خارج أرضية الملعب. كرة كانت ملعوبة وعرضية، كرة إلى ركلة ركنية وكرة تلعب، هنا محاولة أيضا الجمال من جانب منتخب نيجيريا، محاولة المرور والتقدم والكرة العرضية، ولكن والتصدي مباشرة، تصدي مباشرة من حارس المرمى إبراهيم أكوني. حاول كانت موجودة أحمد موسى، كرة ملعوبة من جانب أحمد موسى وإلى حارس المرمى مباشرة، جميلة ومحاولة هنا باحثة عن مراوغة، هل من مساندة؟ نعم تأتي المساندة، وكامانو، كامانو يلعب الكرة العرضية والمحاولة الرأسية، لكن انطلاقة ومرور وكرة داخل منطقة الجزاء، بحث عنها أحمد موسى، كرة أحمد موسى محاولة كانت فيها الخطورة، هذه هي المساحات التي ضاعت حول منطقة الجزاء، ومحاولة من جانب أليكس أيوبي، الله حاول شوف ماشي وين، كرة عايزة الشباب، أليكس يا أليكس في أرض الكنان، كرة جميلة العرضية ملعوبة والمحاولة الرأسية أيضا يأتي الإبعاد، أيضا يأتي الإبعاد، تمر الكرة إلى داخل أرضية الملعب صاحب الـ 34 عام، محاولة ملعوبة ورأسية، الله هدف للمنتخب النيجيري بعد الانتظار وبعد الصبر وبعد الاشتياق لهدف كينيث أوميرو، يدون الهدف بكرة عرضية ورأسية، وما أجمل الارتقاء وفرحة نيجيرية، أخيرا تصرخ شباك الحارس إبراهيم أكوني بعد صمت طال طوال المباراة، وأخيرا تأتي الأفراح لجماهير اشتاقت لهدف أول، تمنت الهدف الأول، ظلت في اشتياق وصبر، وأخيرا أتى الهدف الأول بكورة رأسية، ما أجملها.